مسابقات الناشئين بقى، كنت اتكلمت مع حضراتكم عن قضية خلال الحلقة السابقة، هو عمل الأشعة لمواليد 2007 و2008، والسن ده سن مهم جدا، لكن في صعوبات النهاردة اللي أقرها اتحاد الكرة بعمل الأشعة دي. النهاردة الأشعة مكلفة بالنسبة لبعض الأندية، النهاردة لما نادي ممكن يعمل أشعة للفريق ممكن تدخل في 100,000 جنيه، هل النهاردة الأندية عندها القدرة المالية أنها تعمل الفريق، ولا ممكن نشوف أندية تتراجع وتنسحب بالمواليد دي، ولا النهاردة ممكن وزارة الشباب الشباب والرياضة يكون ليها تدخل وتقدر تساعد وتشيل بالبند ده في إحدى المراكز الطبية اللي تتبع وزارة الشباب والرياضة؟ نتعرف أكتر على الموضوع مع الأستاذ محمود الشيخ الناقد الرياضي. تحياتي ليك يا أستاذ محمود. كابتن أسامة، إزي حضرتك؟ أخبارك إيه ومنور قناة الأهلي؟ ربنا يخليك، منور بيك طبعا، كل جماهير النادي الأهلي. قول لي بقى، مواليد 2007 2008 عمل الأشعة مكلفة. النهارده في أندية عندها القدرة المالية، في أندية ممكن ما تقدرش، ممكن تنسحب. الرؤية اللي ممكن يعني يطرحها اتحاد الكورة أو المناطق خلال الفترة اللي جاية. طيب خليني بس في الاول نتفق وكلنا متفقين ان قرار اتحاد الكوره يعني من القرارات المهمه والمحترمه جدا، ده فوق الممتازه كمان، فوق الممتازه، وقرار اتاخر كتير جدا. يعني انت حضرتك عارف طبعا ازمه التزوير والتسنين واكبر المشاكل اللي بتواجه الكره المصريه في المراحل السنيه الصغيره، وانديه كتيره جدا ومنتخبات كتيره جدا عانت من المشكله دي، وكلنا اشادنا بقرار اتحاد الكوره لما قرر ان هو يعمل الاشعه على مواليد 2007 2008. لكن زي ما انت قلت دلوقتي يا كابتن اسامه، انا متواصل مع عدد كبير جدا من الانديه كلهم بيعترضوا وبيشتكوا من تكلفه الاشعه. معظم الانديه حتى هذه اللحظه ما عملتش اشعه. مستنيين يشوفوا هل موقف اتحاد الكوره هيتغير، هل ممكن الاتحاد يتحمل جزء ثاني، وزاره الرياضه تدعم بجزء ثاني. لحد النهارده انا بكلم بعض الانديه، عملتوا الاشعه ولا لسه، والاخبار عندكم ايه بعد الاشعه، واحنا لسه ما عملناش الاشعه لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. كمان الرؤيه مش واضحه يا كابتن اسامه. طب معاك الرؤيه مش واضحه كمان في اليه التنفيذ للانديه. يعني الانديه بتسال طب انا ما عملتش اشعه، ايه الاجراء اللي هيتاخد؟ كان اتحاد الكوره قال لك انا مش هأيد. طب معظم الانديه بعثت القوائم الاولى خلاص من غير اشعه، يعني معظم الانديه بعثت القائمه الاولى قبل 15/7 من غير الاشعه. فمصير اللعيبه اللي اتبعثت من غير الاشعه دي ايه؟ يعني خلاص تأيدت. لو انا ما عملتش اشعه على اللعيبه دي، يعني عملت على القائمه الثانيه اللي هيتأيدوا بدال، طب اللعيبه القديمه اللي اتأيدت خلاص ودخلوا على السيستم بتوع القائمه الاولى، ما تعمل لهمش اشعه، مصيرهم ايه؟ طبعا انا يعني دي اسئله بتسالها الانديه، مش لاقي حد يرد او يجاوب عليها. طب هل النهارده ممكن وزاره الشباب والرياضه تتدخل كما تدخلت من قبل في كشف الطبي على الحكام؟ ممكن تتدخل مع 2007 و2008 للانديه، والنهارده كمان زي ما احنا بنقول ان ده قرار مهم بيخدم الكره المصريه. طبعا ولازم، من لحد دلوقتي مفيش اي حاجه تقول ان وزاره الرياضه هتتدخل، ولا تقول ان كمان اتحاد الكره ممكن يتدخل. لحد اللحظه دي خلاص يعني بقى امر واقع، اتحاد الكره اقره، وزاره الشباب والرياضه انا شفتها قبل كده في حلقه بتناشد ان هي تتدخل، وده لازم، وانا كتبت الكلام ده برضو ان لازم الوزاره يكون ليها دور والمناطق يكون ليهم دور. الموضوع كله لا يتخطى مليون جنيه، يعني بالنسبه لمسابقه 2007 او 2008 بتتكلم في المسابقه حوالي مليون جنيه. المناطق اللي حاجه يا كابتن اسامه زي منطقه القاهره او منطقه الجيزه او غيرها من اي مناطق بيخش لها اضعاف الرقم ده من الاشتراك في المسابقات ومن الرسوم ومن الكابنيهات ومن حاجات كتير جدا. فليه المناطق اللي هي فرع من اتحاد الكوره او اتحاد الكوره ما يتحملش الجزء الاكبر؟ يعني ما يتحملش. طب هل النهارده بس عشان يعني عايز اركز على نقطه مهمه، 2007 و2008 بيلعبوا بطوله جمهوريه، هل النهارده بيشمل الانديه اللي بتلعب بطوله جمهوريه، ولا كمان القرار بيشمل الانديه اللي بتلعب مناطق؟ لا، بطوله الجمهوريه بس. جمهوريه بس، يعني تتكلم على 18 نادي. في انديه
يعني بتدرس او بتفكر انها ممكن ما تشتركش، زي مثلا نادي الانتاج الحربي. يعني كنت بتواصل مع العميد عادل عبد الفتاح وبعض المسؤولين، فقال احنا اتفاجئنا، انا عندي الفرقه الواحده 56,000 جنيه في نادي امكانياته الماديه او الميزانيه المرصوده لقطاع الناشئين محدوده، ما بيصرفش كتير زي ما انت قلت في بدايه كلامك. في انديه عندها الامكانيات وفي انديه ما عندهاش امكانيات. يعني نادي زي الانتاج او بعض الانديه المحافظات المشتركه ما عندهاش امكانيات ان هي تعمل الاشعه دي، فممكن تلاقي فرق اعتذرت. يعني ممكن تلاقي فرق اعتذرت. اتمنى المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه يتدخلوا في هذا الامر، ان الامر ده مهم جدا، بيحافظ على المواهب المصريه الموجوده في ملاعب قطاعات الناشئين. عايز اقول لك على حاجه بقى ثانيه يا كابتن اسامه، اتفضل. يعني حاجه مهمه، يعني نادي زي نادي فيوتشر مثلا عمل الاشعه دي على اللعيبه الجديده اللي جايه له قبل ما يقيدها. يعني علشان يتاكد اذا كانت اللعيبه دي سليمه ولا لا. واول لاعب يعمل عليه الاشعه دي كان امبارح او اول امبارح، طلع ان اللعيب كبير. يعني هو اللعيب كان هيقيده في قائمه 2008 وهو الولد كان جايب ورقه ان هو 2009 يعني عنده 12 او 13 سنه، لما عمل عليه اشعه تجريبيه للنادي مش لاتحاد الكوره، هو النادي عايز يتاكد، اتلقى الولد عنده 15 سنه ونص، يعني تقريبا 2006 ولا حاجه. لا يبقى انت النهارده انت بتحافظ كمان على اللعيبه اللي عندك، على الولاد اللي انت بتضمها. قول لي بقى يا استاذ محمود، اخر اخبارك بالنسبه لقطاعات الناشئين؟ طبعا انت خلاص ان كله بيستعد لدوريات الجمهوريه، هتبدا الجداول اعلنت هتبدا يوم 1 ويوم 3 ويوم 8 اكتوبر، يعني كل الانديه بتستعد. لكن برضو يعني زي ما بنقول على النقط الايجابيه والنقط السلبيه والحاجات اللي احنا لازم نتكلم عنها ونبرزها، يعني برضو يعني اتحاد الكوره بيتاخد عليه برضو يا كابتن اسامه لحد دلوقتي الرؤيه مش واضحه في بعض القرارات. يعني الناس بتسال برضو الدوري الجمهوري هيبدا 1/10، في مسابقات هتبدا 1/10، لحد دلوقتي الانديه السنه اللي فاتت في نهايه السنه اللي فاتت ما كانتش في نهايه الموسم، كان الاتحاد الكوره اللي بيتحمل الاسعاف. لحد النهارده الاتحاد الكوره ما وضحش اذا كان هم اللي هيتحملوا الاسعاف ولا الانديه اللي تحمل الاسعاف، بدلات التحكيم برضو. يعني كل دي حاجات مش واضحه في اللائحه بتاعه دوري الجمهوريه. اتحاد الكوره عمل السنه دي حاجه جديده اول مره تتعمل، او قرار جديد، ان انديه 2001 و3 الجمهوريه لازم تلعب على ملاعب نجيل طبيعي. كويس. ممنوع ان هي تلعب على ملاعب نجيل صناعي. ده بتطلع لجنه طبعا بتعين الملاعب قبل انطلاق البطوله. لازم تعين الملاعب في البدايه طبعا، لازم. واللجان عينت الملاعب واعتمدت الملاعب. كويس. لكن ده برضو سبب بعض المشاكل لبعض الانديه اللي هي كانت الانديه اللي بتتمرن مثلا على ملاعب نجيل صناعي زي طلع الجيش، زي فيوتشر، فعلشان تتمرن على صناعي وتيجي تلعب ماتشاتها على نجيل طبيعي فالامر صعب. بالاضافه الى عشان يلعب على نجيل طبيعي لازم يتمرن على نجيل طبيعي، والملاعب دي برده مكلفه جدا. يعني ملاعب النجيل الطبيعي قليله ومكلفه جدا، فبرضه دي من المشاكل ان الانديه اتفاجئت بيها مؤخرا، يعني بعد ما رتبت ملاعبها، ملاعب التدريب والملاعب اللي هتلعب عليها الماتشات، اتفاجئت بقرار اتحاد الكوره ان لازم مسابقه 2001 و2003 تتلعب على نجيل طبيعي. فدي عملت برضه بعض الازمات شويه في قطاعات الناشئين اللي بتستعد لدوري الجمهوريه مواليد 2001 و2003. نتمنى ان شاء الله يعني كل ده يتصلح علشان صالح الكره المصريه. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود الشيخ الناقد الرياضي.